السلام عليكم. كثير من الناس إذا آذى أحد أو ظلمه أحد قال له حسبي الله ونعم الوكيل، دعا عليه قال حسبي الله ونعم الوكيل. إيش معنى؟ إيش معنى حسبي الله ونعم الوكيل؟ معناها اللهم اكفني إياه بما تشاء، يعني وكل أن الله عز وجل يكفي بما يشاء. إن شاء خسف به الأرض فالأرض أرضه، إن شاء أرسل عليه من السماء صاعقة فالسماء سماء، إن شاء قطع عنها النفس فالهواء هواء سبحانه وتعالى، إن شاء أذهب بصره فهو الذي أنشأ السمع والأبصار والأفئدة، إن شاء أوقف قلبه، إن شاء جمد الدماء في عروقه، إن شاء سلط عليه من يسلط عليه من عباده من لا يخاف فيه ولا يرحمه. معنى الله حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اكفني بما تشاء. قالها إبراهيم عليه السلام يوم رمي في النار، فقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما ينجيه فقط بل يكون عليه سلام إذا دعا بهذا الدعاء. قالها محمد عليه الصلاة والسلام لما اجتمع عليه الأحزاب الذين قال لهم الناس إن الناس قد لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فحسبي الله ونعم الوكيل أن الله عز وجل يكفيك شر من آذاك، ويكون بعد هذا برد وسلام وعيش هني، ويبدل الله عز وجل من خوف أو من أذى أو من حزن إلى أمن وسعادة. فأكثر على من ظلمك أو سبك أو آذاك بحسبي الله ونعم الوكيل، الله عز وجل يتكفل فيه.